بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة، هاي أول محاضرة في مادة معادلات تفاضلية جزئية 2. الشابتر الأول راح أتكلم فيه عن معادلات تفاضلية بالرتبة الأولى، يعني تقريبا نوعنا خطية إحنا، وناخذ كيفية حلها. في البداية في عندنا مجموعة من المفاهيم والمصطلحات. الدرس الأول عندنا Preliminary Notation and Concepts. Definition 1: A partial differential equation, نرمز لها بالرمز أو مختصرها في PDE, is an equation containing partial derivatives of the dependent variable. لاحظوا التعريف مش جديد علينا، مر معنا في المعادلات التفاضلية العادية. بالرياضيات وجود إشارة المساواة يعني معادلة. إذا كان المعادلة هاي تحوي على مشتقات جزئية، إذا نسميها معادلة تفاضلية جزئية بغض النظر عن رتبة المشتقة. For example, the following are PDEs. هذول كلياتهم إيش PDEs. طبعا لاحظوا كيف هون في عندي ثلاث متغيرات U و T و X. ال U بسموه dependent variable، وال X وال T بسموهم independent variable. نميز بيناتهم، في عندي هيك وهيك بنسميهم. فالـ U function يعتمد على الـ T والـ X. للتوضيح هاي العبارة، لما نقول Y على سبيل المثال تساوي X تربيع مثلا ناقص 1 إلى آخره، لاحظ احنا نعطي قيمة للـ X نحسب قيمة Y. فمثلا إذا قيمة X 1 بنقول قيمة Y 0. إذا فالـ Y تعتمد على مين؟ على X، يعني غير مستقلة، غير مستقلة. طيب نفس الشيء هنا بنقول الـ U اللي هو dependent variable، والـ X والـ Y والـ T independent variable. إذا هون المعادلة تحوي أربع متغيرات، الـ function اللي هو الـ U، والمتغيرات المستقلة الـ T و X و Y. هون طبعا نفس المبدأ، إذا هاي كلها معادلات تفاضلية جزئية. في عندنا ملاحظة بسيطة، إنه ممكن نكتب المعادلة التفاضلية باستخدام مين؟ ليبنيتس نوتيشن، مثل هذا الرمز. طبعا لاحظوا كيف هاي وهاي ما في فرق بيناتهم، هاي رمز للمشتقة الجزئية تحت الاقتران يو بالنسبة للتي، ممكن نكتبها هيك ممكن نكتبها هيك. هلا بشكل عام تعريف المعادلة التفاضلية الجزئية هي عبارة، لاحظوا، عن علاقة ما بين متغيرات والاقتران ومشتقات الاقتران. فلما نقول F علاقة تساوي صفر، فلاحظوا كيف هذول X و Y إلى آخره بسموهم independent variables. ال U dependent variable اللي هو إيش؟ ال function اللي مجهول، وهذول إيش؟ مشتقة ال U بالنسبة لـ X partial، وهي مشتقة ال U بالنسبة لـ Y، وهكذا المشتقة الثانية بالنسبة لـ X، المشتقة الثانية بالنسبة لـ Y partial إلى آخره. هلا بننتقل إلى مفهوم جديد اللي هو الحل. شو يعني حل معادلة تفاضلية جزئية؟ A solution of a partial differential equation is any function that satisfies the equation. إذا أي اقتران بحقق هالمعادلة هاي شو بنسميه؟ حل. أي اقتران. لاحظوا كلمة تحت تعريف في مفاهيم مش مذكورة لكن مفهومة ضمنا. لو هو عن اقتران بدكم معرفة على منطقة ما، لأن هون بنحكي عن اقترانات إيش؟ في بعدين أو ثلاثة متغيرة الـ variables. طيب ثانيا لاحظوا لما نقول معادلة تفاضلية جزئية، إذا بدك تشتق أنت بتعوض فيها حتى نقول حل، عرفت علي كيف؟ فبنقول على الاقتران لازم يكون قابل للاشتقاق حسب قديش عنده مشتقات جزئية. طيب هذا قلنا حل، طبعا هذا المفهوم بعدين بوضح لكم إياه. Often we seek a solution satisfying certain conditions. And for the independent variables confined to a specified set of values. بوضحه كالتالي من خلال التعريف التالي أو من خلال المثال التالي. لاحظوا كيف هاي معادلة تفاضلية جزئية. هاي معادلة تفاضلية جزئية. طيب
وبقول لي هاي حلها، يعني بقول لي شو ذات، طبعا كلمة شو ذات أسمى بقول لي حلها لغاية الآن، طبعا راح نحلها هاي بعدين. لاحظوا كيف هذا الاقتران مفهوم. طيب اف معناته اف اي اقتران بشكل عام، انا مش كاتب زي هون كاتب اي اقتران، عرفتوا كيف؟ بس مفهوم ضمن العرف لازم يكون معرف في منطقه ما، وهذا الاقتران ماله لازم يكون قابل للاشتقاق، مشتقاته الجزئيه موجوده لازم تكون، والا كيف بدي اتحقق انه هذا حل هاي المعادله اذا كان غير قابل للاشتقاق؟ اوكي. طبعا بجوز في البي دي اي مرات تلاقوا في اختلافات بسيطه جدا عن شرح الفيديو لانه ما بصلحها، فهون كان عندي في غلطه بدي اصلحها هالساعيات، ها فانتم بتصلحوها في وقتها. طبعا بجوز المعادله كان فيها تي هون كاتبها اكس، لان واحد الرموز هي غلطه مطبعيه في الطباعه زي هيك بتظهر عندنا، فانا صلحتها هلا. فانتم قارنوا دائما ايش مع الموجود في الشرح، واذا في صار في شغلات مش واضحه تبعثوا لي بصلحها ان شاء الله. اوكي هلا بنرجع مشتقة هذا بالنسبه لاكس، طبعا هاي يعتمد على اكس الاقتران، والاقتران هنا يعتمد على اكس، اذا مشتقة حاصل الضرب الاول في الثاني والثاني في الاول، فمشتقة يقوى ناقص اكس على 4 هي نفسها في ناقص ربع، هذا هي في الثاني، اوكي، زائد مشتقة هذا المقدار فيها. طبعا هو استخدمنا احنا التشين رول، لكن احنا بنطبقها مباشرة. الاقتران هذا نفسه، لاحظوا كيف؟ في مشتقة هذا الاقتران بالنسبة لاكس، هو مشتقته اف برايم في مشتقة ما داخل القوس، اللي هي بالنسبة لاكس طبعا، لاحظوا انا قاعد بشتق بالنسبة لاكس، فالمشتقة هاي بالنسبة لاكس هي قديش؟ 3. نفس المبدأ المشتقة بالنسبة ل y، هذا يعتبر كأنه ثابت ما له دخل في y، هذا يعتمد على y، مشتقته هو f برايم، شايفين؟ في مشتقة ما داخل القوس اللي هي ناقص 4. للتوضيح طبعا هنا انه احنا كيف يعني نستخدم تشين رول، تخيل انت فرضت هذا المقدار، هذا المقدار الجواني زد، ايش صار عندي؟ صار عندي f اوف زد، والزد تساوي 3y 3x ناقص 4y، هيك صار عندي. فصار ايش حسب تشتق انت بتقول حسب مثلا بالنسبه ل-y، هذا من ثابت يعتبر، بنقول مشتقة اف الزد بالنسبه ل-y، ها بنقول اف برايم اوف زد في مشتقة الزد، طبعا لحظه بارشل بالنسبه ل-y بنقول ناقص 4، بعدين نجي نعوض مكان الزد قيمته. هلا بنعوض، هو مكان اكس المشتقة الجزئية بالنسبة لاكس هذا المقدار، مكان المشتقة الجزئية بالنسبة لواي هذا المقدار، ومكان اليو هذا المقدار. إذا صار الطرف الأيمن والأيسر متساويات لجميع قيم اكس وواي، إذا معناته ايش؟ فعلا هذا الاقتران يعتبر حل لهاي المعادلة. أوكي، إذا نعوض مع بعض هالسعيات. فلاحظوا كيف مكان هذا المقدار نضرب 4، ايوه هون نصلحها كمان، سميتها اكس، ها اسف هاي اكس، هاي المعادله اللي بنعوض فيها. طيب اذا المشتقه بالنسبه لاكس راح نضربها في ايش؟ في 4، يعني هاي لحظة أنا ضربها مباشرة، هاي بتضربها في 4، شو بصير عندي؟ بصير ناقص اي قوة كذا في الاف زائد 12، هاي مكان هاي لاحظوا كيف 4 في المشتقة بالنسبة لاكس، أنا عملت مباشرة 4 في هاي بتصير سالب هذا المقدار، هاي بصير 12، والزائد بتقول هذا ناقص 12 هذا المقدار، صح ولا لا؟ زائد اليو هاي. أوكي شو بتلاحظوا؟ لاحظوا هون عندي انه هذا المقدار هذا هو نفسه بس اشاره سالب هون عندي، اذا بختصروا مع بعض، ولاحظوا هذا المقدار هو نفسه هذا هو، واحد موجب واحد سالب، فمجموعهم صفر،
ايش صار عند الصفر؟ لجميع قيم اكس وواي. اذا فعلا هذا الاقتران يعتبر حل. يعتبر ايش؟ حل. طيب لاحظوا كيف السعر. اذا معناته انا عندي، طيب هذا الاقتران شو هو؟ هذا اقتران، اي اقتران بتحقق هاي الشروط. لاحظوا قد يكون، ها قد يكون الاف مثلا على سبيل المثال، ممكن يكون الاف هو عبارة عن مثلا ساين زد. تخيل يعني شو بصير عندك المسألة، بصير اي قوى ناقص اكس على 4 في، ما بقول ساين الزد، بقول لك هي اف اوف كذا. لو قلت لك اف الخمسة بقول بعوض 5، لو قلت لك اف السبعة بقول بعوض 7. اف ايش هي؟ يا اف اذا ساين اوف 3 اكس ناقص 4 واي. لاحظ اي قوى ناقص اكس على 4 في ساين، هذا المقدار يعتبر حل. لحظه، حل خاصه من الاف. قد يكون الاف مثلا على سبيل المثال مش بس ساين زد، مثلا زائد مثلا على سبيل المثال 2 زد تربيع. فلاحظوا شو هم نقول، نكتب في هيك حاله بنقول زائد 2 في، اسف اقول زد تربيع، لانه اقتران ايش سميته اف اوف زد. هلا بقول اف اوف كذا، اذا هذا الكذا بجي بعوضه هون، بصير 3 اكس ناقص 4 واي الكل تربيع. تخيلوا اذا كم الاقتران عندي؟ عدد لا نهائي من الاقترانات. طبعا كله مضروب في هذا المقدار، ها ها كله مضروب في هذا، اسف في هذا المقدار، يعني تحط قوس زي هيك وهكذا. اذا في عندك اقترانات كثيره، قد يكون بدل الساين كوساين. فهمتوا كيف؟ قد يكون لين. لحظة صار لين هون الدومين افري وير، بس لما تقول لين لا، في مكان معين صار الحل موجود عندي. اوكي. الديفينيشن اللي بعديه، هذا كمان لحظة شيء جديد علينا، اللي هو الاوردر. The order of a BDE is the order of the highest partial derivatives in the equation. اللي هو رتبة المعادلة التفاضلية، رتبة أعلى مشتقة فيها. فمثلا هاي لحظة مرت معكم في معادلات 1، هاي سميتوها الهيت إكويشن، فهي من الرتبة الثانية بنقول. لاحظوا كيف؟ ليش؟ المشتقة الثانية عندي فيها المعادلة، فهي تعتبر ايش؟ سكند أوردر. هون تعتبر كمان سكند أوردر، لحظة المشتقة الثانية عندي، ها هاي المشتقة الأولى، المشتقة الثانية بالنسبة لـ R، المشتقة الثانية بالنسبة لـ ثيتا، اللي هي مرت معنا كمان في معادلات 1 اللي هي لابلاس إكويشن. ان بولر كوردينيت، شايفين سكند اوردر. هاي كمان ايش؟ سكند اوردر. طبعا مرات لاحظوا في تنزل الات مطبعيه هي. هاي كمان سكند اوردر، هاي المعادله فيرست اوردر. لاحظوا كيف؟ ما فيش عندي هون هاي المشتقه الاولى، هاي المشتقه الاولى اذا معناتها هاي فيرست اوردر. طيب نيجي هون، هاي التعريف عندنا. A BDE is said to be linear if it is linear in the known function and their derivatives with coefficients depending on the independent variables. هاي التعريف العام لليش؟ لللينير بارشال ديفرنشال ايكويشن. بنوضح التعريف من خلال الأمثلة هاي. طبعا بالعربي شو بنقول؟ بنقول المشتق المعادلة تكون خطية إذا كانت، لاحظوا كيف هي خطية بالنسبة لمين؟ بالنسبة للفانكشن اللي بنحكي عنه احنا ومشتقاته، ها الفانكشن ومشتقاته. هذا بنوضحها، لاحظوا كيف؟ هاي المعادلة سكند أوردر. لاحظوا الفانكشن يو، واضح هون المشتق بالنسبة ليو، الفانكشن يو. فلاحظوا هون أس واحد المشتقة الثانية، هون المشتقة الأولى أس واحد. عرفتوا كيف؟ فلاحظوا المعاملات تظلوا independent variables، هاي بسموها خط، بينها هي مش خطية. لاحظوا كيف؟ لأنه مشتقة ثاني تربيع، إذا هذا السبب هاي ليست إيش؟ خطية. ليش؟ لأنه تربيع، لاحظوا المشتقة. طيب هاي المعادلة مش خطية، لاحظوا شو السبب؟ السبب فيها، لاحظوا كيف؟
السبب هذا، يعني لاحظوا الاقتران مضروب في مشتقته، نان لينير، نان لينير طبعا سكند اوردر. كيف؟ طيب نيجي لهاي، هاي لاحظوا كيف، شوفوا كيف هذا جزء خطي بسموه لحاله طبعا، هون مش خطي، هذا مش خطي، عرفتوا كيف؟ هذا السبب انها نان لينير. هاي لاحظوا هذا خطي هذا الجزء، وهذا الجزء بسموه خطي بالنسبه للاقتران يو مشتق. هون المشكله عندي، لاحظوا كيف؟ الاقتران ماله تربيع او تكعيب او ساين يو الى اخره، شو بصير عندي؟ نان لينير. يعني لو قمت هاي مثلا على سبيل المثال ها، وكتبت مكانها مثلا ساين يو تساوي كذا، مش خطها ساين اليو، هذا اقتران مثلثي، عرفت علي كيف؟ وهكذا. اذا الصوره العامه للخطي طبعا حسب رتبه المعادله، لانه صعب نكتبها اذا او بتكون طويله كتابتها، خلينا نقول بشكل عام. راح ناخذ الخطي في الشابتر الثاني، نكتب صيغته بشكل عام تقريبا يعني. اوكي، بس هون لاحظوا كيف تخلو من حاصة ضرب الاقتران في مشتقته حتى تكون خطية. لاحظوا هون اقتران في مشتقته ده مش خطي، الاقتران او مشتقات لازم يكون اس واحد، ها هيك مختصر مفيد، هو الاقتران او مشتقاته. لاحظوا هو مشتقات الاقتران، لاحظوا حتى لو كتبت مثلا ناقص يو او 2 يو بظل خطية هاي المسألة، لكن لو قلت هون ناقص 2 يو اس نص يعني جذر سطر غير خطي. هلا الحين نرجع للفيرست اوردر ايكويشن، يعني هنا نتعامل فقط هلا هذه مفاهيم بشكل عام لاي معادله. هلا لا راح ننتقل الى المعادله اللي هي فيرست اوردر ايكويشن، وهي قبل شوي اعطينا تعريفها يعني، هلا ذاك يمكن كتابتها شكلها. A PDE in which only first order derivatives appear is called a partial differential equation of first order. طبعا هون we shall use take z will u as dependent variable and x y independent variable and will be denoted by respectively كالتالي. ايوه شوف المشتق الجزئي بالنسبه لx راح يصير نوزنها بالرمز p للاريحيه في الكتابه في هذا الشابتر، والمشتق الجزئيه بالنسبه لمين؟ للy راح نستخدم الرمز ايش؟ q. لاحظوا p small و q سمول في هذا الشابتر، حتى كثير كتب زيك بيستخدموا طبعا، يعني مش انا من عندي هذا، كثير كتب بيستخدموا هذول الرمزين في كتابه المعادلات التفاضليه الجزئيه من الرتبه الاولى. طبعا هاي اذا كان الفانكشن مين؟ زد. طب قد يكون الفانكشن يو، قد يكون الفانكشن ايش؟ يو. فنفس المبدا يعني بنحط احنا بي نفسها، يعني لو كان هون عندي مش زد مكتوب مثلا مشتقه زي هيك، مشتقه اسف مشتقة يو بالنسبة ل y او مشتقة هون اليو بالنسبة ل x، كله بنرمز له بالرمز ايش؟ p و q. طيب A general equation of first order in x, y, z is the form. هاي الصورة العامة لمعادلة التفاضل الجزئي من الرتبة الأولى، شو قلنا احنا؟ الصورة العامة بتكون دائما وابدا، لاحظوا كيف؟ الرتبة الأولى، نحكي عن الرتبة الأولى، هي علاقة قلنا في بتربط ما بين المتغيرين المستقلين، طبعا هنا فقط عندي اكس وواي. الاقتران نفسه، لاحظوا ومين؟ ومشتقاته الجزئية من الرتبة الأولى، لاحظوا هاي بي و كيو. طيب هاي المعادلة بنسميها رقم واحد. هاي المعادلة تصنف كالتالي، لاحظوا كيف. هاي الكويشن 1 is called a quasi-linear partial differential equation if it is linear in first partial derivatives of the unknown function u of x ly. طيب لهلا لاحظوا كيف، هذا مفهوم جديد quasi-linear، لاحظوا تكون من كلمتين، كانوا quasi ولينير، عرفتوا كيف؟
لاحظوا كيف هالسعيات. So the most general quasi-linear equation must be of the four. الصورة العامة إلها الـ first order quasi-linear. طبعا ما ينطبق على الـ first order، ينطبق على الـ higher order، بس أنا بيهمني الـ first order. لاحظوا هي بالنسبة للمشتقة، لاحظوا كيف؟ من إيش؟ أس واحد. فهي خطية بالنسبة للمشتقة، ها؟ هي خطية بالنسبة لمين؟ للمشتقة. لاحظوا معامل المشتقة يعتمد على اليو بشكل عام، أنا بحكي قد يكون مش موجود، وهون لاحظوا معامل المشتقة يعتمد على اليو، وعندي لاحظوا مقدار يعتمد على اليو. هاي الصورة العاملة للكوازي لينير. إذا لاحظوا إن الكوفيشينت إحنا قلنا في اللينير، لاحظوها في اللينير ما بصيرش يكون عندي يو في يو سب إكس أو مشتقات جزئية حصل ضرب في اللينير. هاي بسموه كوازي لينير. لاحظوا فهي كلمة اللينير كانها أجت إيش؟ إنه المشتقات الجزئية مالها أس واحد، فهي إيش؟ نطلع على المشتقات الجزئية. المعاملات تعتمد على إكس واي ويو، الاقتران نفسه. والطرف الأيمن لاحظوا كمان يعتمد على إكس واي ويو الاقتران. هاي من ناحية نظرية، أما من ناحية عملية أنا بفرجيها من خلال المثال التالي. لاحظوا كيف؟ لاحظوا هاي المعادلة، لاحظوا مشتقة، ها انتبهوا شو بحكي هذا، المشتقة الجزئية بالنسبة لـ x تعتمد لاحظوا على x والـ y والـ u، إذا انطبق نفس التعريف السابق، المشتقة الجزئية بالنسبة للـ y نفس المبدأ، عرفتوا كيف؟ تعتمد على مين قاعدة؟ x y و u، ومقدار لاحظوا مقدار هيك بنقول احنا، سواء هون أو هون نقلته كله واحد، في x و y و u زيه. فهي تعتبر ايش؟ كوازي لينير. هاي المعادله كوازي لينير، طبعا مش شرط يظهروا كل هذول المعاملات. لاحظوا مثلا هاي يو في يو سب اكس، طب وين الاكس والواي؟ ما فيش داعي يظهروا قد لانه معاملاتهم صفر، عرفتوا علي كيف؟ يعني بامكان اكتبها هالسعيات انهم موجودين بس لانه صفر ما فيش داعي نكتبهم. يعني على سبيل المثال تخيل ما يلي، هون حطيت صفر في اكس تربيع مثلا الى اخره ناقص واي في صفر في واي تكعيب، اذا عرفتوا علي كيف؟ ما بهمناش هاي الحالات. لاحظوا هون المشتق الجزئي بالنسبه لواي لاحظوا تعتمد على المتغير اكس، مش شرط يكون اكس وواي ويو دائما. طب الطرف الايمن لاحظوا صفر، يعني مش شرط يكون والله فيها اكس وواي ويو. شوف هاي المعادله بتظلها كوازي لينير حتى لاحظوا كيف؟ لو قمت هاي وما كتبتش هاي وقمت هاي، عرفتوا علي كيف؟ ها وما كتبتش بظلها كوازي لينير، عرفتوا علي كيف؟ طيب هاي المعادله لاحظوا كيف؟ هاي كمان كوازي لينير، هاي المعادله تعتبر كوازي لينير. اذا كوازي لينير شو بتكون؟ بتكون هي لينير بالنسبه لمين؟ للمشتقات. ها لينير بالنسبه لمين؟ للمشتقات. يعني ما في عندي زي هيك طبعا، ها انتبهوا ما في عندي يو زي هيك، صارت مش لينر بالنسبة للمشتقات، حاصل ضرب مشتقات مع بعض، عرفتوا علي كيف؟ هنحكي هون لينير كوازي لينير، اوكي. هلا نفس المعادلة واحد بنسميها ايش؟ سيمي لينير، يعني ما بيناش بالعربي بالضبط شو بتعني، طبعا هون سيمي لينير شبه خطية أو نص خطية، شبه تقريبا خطية. برجع if it is coefficients لاحظوا كيف؟ الـ A and B are independent of U، مستقلات عن الـ U، and hence the semi-linear equation can be expressed in the form. لاحظوا كيف المعادلة semi-linear كيف شكلها، قارنوا قبل شوي كانت هنا إيش بشكل عام قد يظهر فيها الـ U هون وهون، ها طبعا لاحظوا هون كان في عندي مقدار هيك نفهمها في X وY وU، مش شرط يظهر كامل، لاحظوا كيف موجود هون. لما بتقارن هاي مع السابقة مع الكوازي لينير شو بنلاحظ؟ انه هون معامل المشتقات شفتوا كيف؟ يعتمد فقط على الاكس والواي، على الاندبندنت فاريبل بس، يعتمد على الاندبندنت فاريبل، ولذلك لا يمكن تقول عن المعادلة هاي ايش؟ سيمي لينير، ها ما بصيرش. ليش؟ لأنه فيها يو، ها معامل المشتقة فيها يو، مستحيل تكون. اوكي خلينا ناخذ أمثلة عليها. هاي المعادلة لاحظوا كيف؟ معامل لاحظوا اول المشتقات مالها خطيه اس واحد، المعاملات تاعتها هاي تعتمد على الواي تعتمد على الاكس، يعني ما فيهم يو
إذن هاي بسميها سيميلينير. هاي المعادلة كمان سيميلينير، لاحظوا كيف مشتقة بالنسبة ل x، معاملها يعتمد على x و y مش u، ما في u. هنا معامل مشتقة بالنسبة ل y يعتمد على x، أنا بيهمني إنه ما يكون موجود ال u. والطرف الأيمن لاحظوا زي هيك ما فيش في u، ما بيهمنيش هذا الجزء المقدار لحاله. اصلا لو نقلت الغاز ما تفرقش معنا في المعادله، بصير ناقص تساوي صفر. طيب هاي المعادله كمان سيمي لينير، لاحظوا مش شرط يكون عندها معادله واحد، هون اكس واي ما في يو، هون في يو. اوكي، اذا هون لاحظوا كيف يو تربيعه بس هذا حد لحاله، هاي بنسميها سيمي لينير. طبعا انا هاي لاحظوا اخذنا لينير اسف كوازي لينير سيمي لينير، لاحظوا الكوازي كان المعاملات فيها يو، السيمي لاحظوا السيمي لينير لا المعاملات ما فيها يو بس ظل في طرف فيه يو، لاحظوا هاي كوازي لينير فيها يو وهاي فيها يو الطرف الايمن. هلا بنيجي لللينير عاد، اللينير equation 1 is said to be linear if f is linear in each of the variable u و u sub x and u sub y. لاحظوا نتراجع تكون كمان خلينا نظبطها شوية. هاي تعريف اللينير والصورة العامة إلها زي هيك، لاحظوا كيف يو صب إكس، لاحظوا معامل مشتق يعتمد على إكس واي فقط، طيب والمشتق يعتمد على إكس واي، لاحظوا كيف الاقتران نفسه خطي، هون ها الاقتران نفسه لازم يكون خطي، لاحظوا معامل يعتمد على إكس واي، وفي عندي إيش مقدار يعتمد فقط على إكس واي، مش نظام لا فانكشن، وعندي إيش مقدار يعتمد على الإكس والواي. إذا في الخط لاحظوا كيف المعاملات، أولاً الاقتران هذا بنقول خطي أو آسف المعادلة بنسميها خطية إذا كان فيها خطية بالنسبة للاقتران ومشتقاته، لاحظوا الاقتران خطي والمشتقات خطية ومعاملات المشتقات تعتمد مالها هو الاقتران على إكس واي فقط لا غير. أوكي طيب هلأ إذا كانت المعادلة مش ولا واحد من السابقات يعني مش لينير مش كوازي لينير ولا لينير ولا سيمي، فش بنسميها؟ بنسميها نون لينير، بنسميها نون لينير. أوكي، واللينير كمان تقسم، لاحظوا كيف اللينير تقسم إلى بالاعتماد على الطرف هذا، إذا كان دخله من المقدار إكس واي بسموها يسموها ايش هوموجينيوس، اما اذا كان فيها اكس واي طرف لحاله بسموه ايش نون هوموجينيوس. بنوضح التعريف من خلال مثال التالي، هاي المعادلات كلها لينير، لاحظوا هاي مشتقه مشتقه اقتران اس واحد، معاملاتهم لا تعتمد على الاقتران او مشتقاته، اذا هاي لينير. هاي المعادلة لينير، لاحظوا هاي المعادلة كمان لينير، لاحظوا هذا نون هوموجينيوس، هاي لينير نون هوموجينيوس، هاي لينير نون هوموجينيوس كمان. طيب وين اليو؟ اليو ما فيش عندي مشكلة، ها لو جينا كتبنا هون زائد لأنه معاملها صفر ما ظهرت الشيء، هذا السبب لأنه معاملها صفر ما ظهرت، لو كتبت زائد صفر في يو تساوي الساين او الى اخره. طبعا هاي واحد مش واحد يقول والله دكتور ساين اكس لحاله والله هيك كله نفس الشيء، طبعا طبعا هذا شو مقصود فيها؟ لا هيك هي مقصود فيها بدون هاي انه ساين اكس ناقص واي، هاي كلها معادلات خطيه. طبعا انا هلا راح اطالبكم كالتالي بدك تسمي لي الشيء كما هو في الاضيق،
وليس بالأوسع. يعني في الرياضيات احنا لاحظوا كيف بنقول هذا مربع وهذا مستطيل، بس ممكن نقول عن المربع مستطيل، بس انا ما بدي اياه، بدك تسمي المربع مربع والمستطيل مستطيل. يعني لما تساوي كل الاضلاع، لما تساوي كل الاضلاع بنسميه مربع احنا، ونتعامل معه بهذا الاسم لانه بتهمنا هاي الخاصيه. بينما اذا اختلفت الاضلاع هاي شو بنسميه؟ مستطيل. فانا بدي تسمي المربع مربع والمستطيل مستطيل في الامتحان، ما بدي اقول عن المربع مستطيل. عرفت علي كيف؟ بالاضيق. يعني كمان يعني في كثير هيك شغلات في الرياضيات ممكن، يعني زي مثلا الابس، هذا الابس والدائرة يمكن اعتبرها الابس. عرفتوا كيف؟ هاي حالة خاصة من هاي. لا بس انا بدي اسمي الدائرة دائرة والالبس الابس. عرفتوا علي كيف؟ زي هون مربع مربع مستطيل مستطيل. شو المقصود فيه؟ المقصود فيه نرجع للمسألة هاي مثلا. لاحظوا كيف؟ في المسألة هاي هاي لو جيت نقلت هذول الطرف الآخر، هاي الجزء هذا مثلا، هذا الجزء نقلته للطرف الآخر وجمعته مع هذا، أصبح هذا المدرب كنت أسميه U of X أو D مثلا أو C of X Y U. المقدار إيش يعتمد؟ وهذا الجزء كنت أسميه خط، إذا ممكن أسميها في حالة عاد أسميه لينير. عرفتوا كيف؟ والسيميلينير ممكن نسميه كوازي لينير. لا 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 ما بدي انا زي هيك. خلص. هاي المعادلة نسميها لينير فقط لا غير. يعني إذا مثلا هاي خلينا نقول ها مثلا 3 إكس تربيع يو صب إكس ناقص يو صب واي. شوف كيف تساوي. هلا هذا الجزء موجود فيه، لاحظ هذا الجزء موجود فيه الكوازي لينير والسيمي لينير واللينير. طيب لو كتبت يو لحالها بدي تقول عنها لينير، لو كتبت يو لحالها بدي تقول لي عنه هذا لينير. طبعا بالمفهوم الواسع ممكن يقول عنها كوازي لينير، ممكن يقول عنها سيمي لينير. في عندي في الثنتين هذا شو لازم يكون الطرف الايمن؟ يعتمد على اكس وواي ويو. اذا هذا الطرف الايمن حتى لو كانت هاي موجوده هون ما بنقولها على الطرف الاخر. اذا في جميع الاحوال هاي بدي اسميها لينير. طيب لو جيت كتبت يو تربيع، اذا هون انتهى طبعا، مستحيل تسميها لينير هاي المعادله، اصبحت ايش؟ سيمي لينير. طيب بصير اسميها كوازي لينير؟ خلينا نقول بشكل عام منطبق على التعريف، بس انا ما بدي اسميها كوازي لينير، لان الكوازي لينير من خواصه انه تكون معامل مشتقات ايش في يو. ها معامل مشتقات في يو، هاي الخاصيه المهمه اللي عندي انا. عرفت علي كيف؟ والله هذا الجزء موجود فيه كلهم، فانا بدي بتسمي ليها كوازي لينير لما يكون المعاملات المشتقات فيها اليو بس. اوكي هاي الجزء الاول، راح اعمل جزء ثاني لحاله، فيديو اخر لحاله. اوكي يعطيكم العافية.